هنروح لبرامج الحماية الاجتماعية وعلى الأخص برنامج تكافل وكرامة. وزارة التضامن الاجتماعي وصلت صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة. الوزارة قالت كمان أن 70% من إجمالي تكلفة الدعم النقدي تكافل وكرامة بيتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وأن ده ساهم في خفض نسب الفقر 5%. طيب خلينا برضو نشوف مع حضراتكم هذا العرض عن برنامج تكافل وكرامة لمزيد من المعلومات والتفاصيل.